المشكلة دائما بتشكل عندنا خصوصا عند الستات هاجس انه احنا بدنا نعتني فيها، خايفين تبين لها الهالات السوداء، الحبوب، ممكن بعض التجاعيد ممكن انها تكون عاملة شوية قلق عند الستات، واكيد الشباب كمان بحبوا انهم يهتموا في بشرتهم. لهيك بيوديرما حيكونوا موجودين معنا كل يوم اربعاء، طبعا احنا اليوم الخميس لكن بدأ من الاسبوع الجاي حيكونوا معنا كل يوم اربعاء، ورح تكون معنا اليوم الخبيرة بالبشرة تسنيم القاسم. أهلا وسهلا تسنيم، نورتي استوديو حديث اليوم. تسنيم، بدنا بداية تحكي لنا كيف إنه إحنا ممكن نحافظ على البشرة، بس مش هلأ بدنا نحكي عن الموضوع، بدنا نطلع التقرير. نشوف تقرير عن كيف ممكن نحافظ على بشرتنا وبنرجع لنكمل نقاشنا مع تسنيم. لما بنتطلع حوالينا وبنشوف الناس وبنقابل أشخاص لأول مرة، شو أول شي بلاحظوا أو بنعكس لإلهم؟ يعني بطريقة تانية، شو هي مرايتنا للناس؟ قبل ما أشارككم هذا السر خلونا نفكر سوا شوي. لما بنلعب رياضة أو نرقص، بنزعل، نضحك أو بنحل مسألة الرياضيات، شو الرابط في كل هذا؟ مشان ما أزيد فضولكم أكثر من هيك، رح أشارككم السر البسيط والرابط العجيب لكل هدول. بكل بساطة، بشرتنا هي مرايتنا للناس، لأنه فيها كمية أعصاب موازية لكمية الأعصاب الموجودة بدماغنا، وهي معنا لما بنضحك، لما بنزعل، لما بنرقص، ولما بنلعب رياضة، وبكل نشاطات يومنا هي أول إنعكاس لمشاعرنا. طب لو شيء كتير مهم لهالدرجة ومعنا على طول، كيف ممكن نحافظ على مرايتنا بتلمع بدون شوائب أو مشاكل؟ الحل كله بخمس أسرار صغيرة ومفيدة. نغسل بشرتنا بغسول يناسبها، نشرب مي كتير، ناكل أكل صحي يناسب بشرتنا، نرطب بشرتنا قبل النوم، وأهم شي ما ننسى نحميها من أشعة الشمس كل يوم الصبح بواقي مناسب لإلها. وهيك بنكون حافظنا على مرايتنا للعالم الخارجي من خلال بشرة صحية ونضرة وما فيها أي مشاكل. يعني ان شاء الله الجميع انه بيتمتع ببشره صحيه، وبالتاكيد يعني اذا بتتابعونا ايضا برنامج حديث اليوم يوم الاربعاء، بايوديرما وتسنيم راح تكون موجوده معنا حتى تعطينا هيك شويه اسرار كيف الواحد يحافظ على بشرته وكيف ما يبين عليه ايضا يعني هيك الخطوط العمر، ويعني تلوك يونجر يبين عليه اصغر. اهلا وسهلا فيك تسنيم، شو اهم نصائح اللي بتعطينا اياها اليوم، وخاصه احنا يعني بشهر نيسان؟ بتذكري انت المثل بيقول شمس نيسان انه هيك بتاثر كثير على البشره يعني. مزبوط. هلا هو مزبوط، في ناس عندك بتيجي بتحكي لك انه احنا هلا على موسم قبل ما بده يقرب الصيف، هيك لازم نبلش مع السن بلوك، لازم نبلش نحمي بشرتنا. بس هو احنا بشكل عام لازم نحمي بشرتنا على طول السنه. هلا بغض النظر الشمس كيف بتختلف قوتها عنا، بس احنا بشرتنا بتتاثر باشعه الشمس حتى لو كانت كثير قليله. نعم 100%. فلازم على طول نحافظ على الحمايه من الشمس اول باول بكل المواسم. طيب تسنيم، هلا دائما بيكون السؤال لما بنروح مثلا نشتري ميك اب او حتى لما بنشتري برودكتس عشان العنايه بالبشره، اول سؤال بيسالونا اياه ايش نوع بشرتكم؟ يعني مثلا انا لما انسال هذا السؤال بصفن هيك شوي انه عن جد انا ايش نوع بشرتي، مرات بصفن انه مش عارفه، مره دهنيه بتكون مره جافه، بحس انه حتى الطقس بياثر عليها. فكيف مثلا بدنا نعرف ايش نوع البشره حتى نقدر نحدد طرق العنايه فيها؟ هلا بشكل عام المفروض انه كل ست تكون عارفه عندها باك جراوند معينه على بشرتها بشكل خاص. تمام. هلا بشرتها رح اعطيكم شويه تيبس هيك بسيطه، انه كل وحده قدام حالها بالمرايه بتقدر تعرف شو نوع بشرتها. هلا في عندنا البشره مقسمه لثلاث انواع رئيسيه. هدول الانواع الرئيسيه اللي ممكن انت خلص بشكل بسيط تعرفي شو ميول بشرتك. في عندنا الدهنيه، في عندنا الجافه، في عندنا المختلطه. هلا الدهنيه كثير سهل انه الناس تعرف انه بشرتها دهنيه، انه بتعرق كثير يمكن، بتلمع، بتكون كل بشرتها فيها مسامات، مو بمنطقه معينه، بتكون كلياتها منتشر المسامات، بيكون في حبوب بكل مناطق البشره. هلا هيك بتكون عارفه انه هي بشرتها دهنيه. المختلطه شوي صعب انه الناس بتفرق انه بين المختلطه وبين الدهنيه، لانه كمان هي بيطلع لها حبوب، بس المختلطه بتكون محصوره بمنطقه التيزون، يا اما الجبين والانف، يا اما الانف والدقن. يعني في منطقه زون محدده بامكانك انت كخبيره مثلا بالبشره انك تحددي هل هي دهنيه ام مختلطه. هلا حتى الناس التيزون، ايوه، سواء بالعكس او التي زي ما هي. حلو.
طب هلا بتعرف في اللي حكيتيه حضرتك مهم جدا، بس اذا بدنا نربطه ايضا مع السن بلوك او يعني واقي الشمس، هلا في طبعا عندنا شويه اعتقادات خاطئه، واحده منها انت ذكرتيها انه احنا بس بنطبق السن بلوك بفتره الشمس يعني بفتره الصيف. بدي اعرف من حضرتك كل قد ايه لازم من يعني نضع السن بلوك، وهل في سن بلوك كمان بيناسب انواع البشره المختلفه بما انه كنا عم نتحدث عنهم؟ هلا اكيد طبعا السن بلوك لازم يتجدد. هلا الناس عندها ثقافه انه فعلا السن بلوك لازم يتجدد. في عندك سن بلوك مقاوم للماء، في سن بلوك مو مقاوم للماء، فانت بدك تشوفي انت غسلتي بشرتك امتى، ما غسلتيها. بس بشكل عام السن بلوك لازم يتجدد كل ما البشره بتعرق. حتى الووتر بروف، حتى المقاوم للماء، حتى المقاوم للماء. كل قد ايه؟ كل ساعتين؟ هلا كل ما البشره بتعرق. أوكي. لما بتعرق البشره لازم يصير في تجدد للسن بلوك. طيب الجافه كيف ممكن نتعامل معها؟ البشره الجافه، هلا البشره الجافه كسن بلوك لازم تكون تختاري البشره السن بلوك اللي بيكون كريمي اللي بيكون ثقيل على البشره، بتمتص البشره شوي شوي عشان الترطيب. ايوه مشان الترطيب. مية مية. والدهنيه، والدهنيه لازم يكون سائل شوي، التكستشر تبعه يكون كثير سائل مشان انه البشره الدهنيه يعني اوريدي بيكون فيها دهون واوريدي بتكون شويه مزيته، فلازم انه يختاروا الشيء اللي يكون سائل بسرعه البشره تمتصه ما يترك اي اثر بعدين. طب قبل ما تسال بس او تذكر شاهد بالمسابقه، لانه احنا يعني محضرين مسابقه ايضا لكل اللي عم بيتابعونا شباب وصبايا يعني ذكور واناث، ولكن السؤال بدي اسالك اياه، عم نشوف كثير مرات وحتى مستحضرات طبيه يعني مثل بايوديرما بتكون مثلا السن بلوك خلطينه مع الفاونديشن او البيس، هل هذا كمان بيعطي يعني بيساعد بيقي؟ هلا هو اكيد بالنسبه للحمايه ما بتفرق بانه في فاونديشن او ما في فاونديشن، بس هي بتيجي لرغبه الست، اذا حابه هي بلون حابه بيعطيها شويه نضاره هذا الفرق. بس كحمايه لا، نفس الحمايه بتكون بتعتمد على الاس بي اف اللي بيكون موجود بالسن بلوك. طب وبما انه حكيتي على الاس بي اف، هلا بنشوف مرات مثلا بالكوميرشلز في شيء 100 بلس، هل في شيء 100 بلس ولا هي بس دعايات؟ يعني قديش الاس بي اف اللي احنا بحاجه هلا لها؟ هي صراحه دعايات بتكون يعني انت لازم تركزي على ال 50 ما في. كل شيء فوق ال 50 بيكون نفس حمايه ال 50 واقل شيء. في ناس يعني كمان بتحمل حالها جميله بتحط 2% اس بي اف 2 ولا 4، هذا بيقي؟ هلا هذا لا، يعني بده يكون كثير بس يعني عندك ابسط اقل شيء ممكن هم يبلشوا منه هو 25%. حلو الاس بي اف. طيب بس بدنا نذكر مشاهدينا انه احنا عاملين زي مسابقة على موقعنا على الفيسبوك الأردن اليوم بالعربي، بجاوبوا على سؤال مخصص والمتعلق ببيوديرما لحتى تربحوا معنا من البرودكت الخاصة لهم. لهيك فوتوا على صفحتنا على الفيسبوك الأردن اليوم مكتوبة بالعربي وجاوبوا على السؤال لحتى نختار فائز يربحوا معنا من مواد التجميلية تاعت بيوديرما. شو البرودكت اللي بدك تربحيهم اليوم مشاهدين الأردن اليوم؟ هلا رح يربحوا H2O سنسيبيا H2O. هلا في كثير ناس اكيد بتعرف عنه اللي هو ايوه هذا. اوكي هلا هو ميك اب ريموفر فيس كلينزينج. الحلو فيه انه بخلاصه الخيار فيتامين سي، الناس بس بدها تنظف الميك اب ما في داعي تغسل بشرتها بعدين، لانه انصح فيه بصراحه مو بشده، لانه الانجريدينتس اللي فيه كثير مفيده للبشره وبتريح البشره بعد يوم طويل كله ميك اب او يوم طويل فيه تعب فيه ارهاق. خلاصه الخيار كلياتنا بنعرف قد ايه بتريح البشره. تسنيم، هلا احنا بنعرف انه في العديد من الشركات عندها اللي هو H2O اللي هو الميك اب ريموفر كذا، بدنا تحكينا بالذات ايش بخصص او ايش بيميز H2O بيوديرما عن باقي المنتجات؟ هلا يمكن بتلاحظوا في عندنا باقي الميك اب ريموفر بيجي مفصول شويه، نصه زيت نصه مي. هلا شو الفكره من انه نصه زيت نصه مي؟ البشره عندنا بيكون فيها اشياء، شيء بيتحلل مع الزيت شيء بيتحلل مع المي. حلو. فبيوديرما ماخذه براءة اختراع انه بالمي بس بتقدر تحلل الاشياء اللي موجودين في البشره، وهي مناسبه لجميع انواع البشره اللي تحدثت عنها، لجميع انواع البشره وخصوصا الحساسه. أوكي. يعني طب هلا مثلا احنا يعني بتعرفي طب في طبيعه مهن معينه تستدعي الميك اب. مظبوط. هلا بصراحه انا وشاهد الميك اب ذاتي يعني بنحاول قد ما كان يكون صباحي وخفيف بس مثلا انا اذا اليوم بدي اروح يعني انظف وجهي ايش بتكون الطريقه المناسبه وامتى بحط الغسول هذا؟ هلا هذا باي وقت
باليوم تقدري تستعمليه. يعني حتى مثلا كشغلكم ممكن انت حابه هلا بعد التصوير تمسحي شوي الميك اب ترجعي بتحطيه للمساء، باي وقت تقدري تستعمليه. وما بدي ولا شيء كريمي قبله او ملك او لا ولا شيء، لانه خلاص الخيار اوريدي بترطب البشره. حلو. طيب بس ايش يعني بستخدم تيشوز قطن على قطن بتحطيه على قطنه بتمسحي هو. حتى فور اي ميك اب كمان كثير منيح. تمام. حلو. طيب تسنيم هلا من بيوديرما، يعني انا مرقت عليه فتره كنت انت المستشاره الخاصه تاعت البشره، يعني انا قعدت فتره هيك معكم ما كان عندي اللي هو سيستم العنايه، بس بعدين لانه هو شغلنا مثل ما قلتي هنا اضاءه عم نضل مثلا ميك اب لفتره معينه من الزمن، في بعض المنتجات بتكون مرتبطه في بعضها زي عاملين زي سيري هيك ماشيين ورا بعض. زي سؤالنا اليوم اللي هو شو اول مستحضر رح يوصل للحقيبه، شو اول شو هي اللي خلينا نحكي المسلسل اللي ورا بعض رح يكون من المنتجات رح نستخدمهم نحكي صباحي ومسائي. هلأ بشكل عام العناية بالبشرة بتتلخص بثلاث خطوات. أول شيء وأهم شيء اللي هو الغسول. يعني في عندك ناس مش كتير بتتابع إنه روتين يومي بدي أحط كريم. مزبوط. أهم شيء هو الغسول. اللي هو هذا؟ هلا هذا ميك اب ريموفر بينفع كمان غسول، بس في عندك غسول يناسب بشرتك، مثلا بشرتك دهنيه بدك غسول ينظم الافرازات الدهنيه بالبشره، بشرتك جافه بدك غسول يكون فيه ترطيب. حلو. فاهم شيء هو الغسول. تيجي النكست ستيب اللي هي بتكون الترطيب للبشره. في ناس كمان عندهم ثقافه انه انا بشرتي دهنيه انا بشرتي مختلطه ما بدي احط ترطيب لانه راح يطلع لي حبوب. هذا الاعتقاد كثير خاطئ، يعني كثير ضروري انه بشرتنا احنا نرطبها على طول بس بالمرطب اللي بيناسب بشرتنا. جميل. واخر شيء هي الحمايه من الشمس، هذا اهم شيء كمان، يعني كثير ضروري انه احنا بس قبل ما نطلع سواء شتاء سواء صيف انه نحمي بشرتنا من الشمس، لانه كثير على اللونج تيرم على المدى الطويل كثير مؤذيه للبشره. نعم. وهذا كله بيكون قبل طبعا الميك اب، قبل ما الست تفكر انها تضع الميك اب. أيوة اللي هو طبعا. يعني الغسول الترطيب وايضا سان بلوك. هلا الترطيب يعني في بعض الكريمات ممكن انه يعني ما بعرف هيك شو بنقول احنا بتطبع، يعني اذا تعرضنا للشمس تترك اثر. السان بلوك بيكون كفيل انه يعني يروح هذا الاثار او هذه الخطوره من الكريم، ولا في الكريمات اللي داي كريم لازم تكون اكثر فيها؟ هلا السن بلوك بيحمي من انه تصير في هاي البيجمنتيشن على البشره، بس اذا صار وطلعت هاي البيجمنتيشن السن بلوك بيحمي بيساعد انه توقف. حلو. بس المفروض الناس اللي طلع عندها هاي التصبغات انها تتجه لعلاج. علاج. مية. طيب هلا تسنيم في بعالم التجميل مقوله بتحكي انه لما تعملي فيشل او تنظيف بشره ما تعملي ميك اب لمده معينه من الوقت، اربع ساعات او ممكن يوم كامل ما تعمليش، لان بتكون مسامات الوش مفتوحه، ممكن في عندك البشره لازم تضل نظيفه لفتره معينه بتكون الوقت حساسه اكثر. شو هي والاعتقاد صح؟ هل هذا الحكي صحيح؟ اذا ما كان صحيح قديش مده الوقت لازم في ابعاد عن الميك اب؟ هلا هو هذا الحكي كثير مزبوط، لانه البشره بعد الفيشل او بعد حتى على مستوى انت في البيت لو عملتي سكراب تقشير للبشره كمان ضروري انه انت ترطبيها تخليها ترتاح شوي، المسامات ترجع زي ما كانت، وبعدين في مده معينه تضل مرتاحه في البشره. هلا هو من ساعتين وفوق. يعني هي يعني ساعتين، اقل من ساعتين لا ما بننصح فيها صراحه. في حتى في هلا مدرسه جديده او بروتوكول جديد بيقول لك يعني خلال فتره الصيف بيبتعدوا كثير عن مثلا الفيشيال او التقشير القوي اللي بيكون بالليزر او غيره، فبتنصحي كمان؟ هلا لانه اشعه الشمس بتكون كثير اقوى بفصل طب بنصحوا اكثر بالشتاء. هلا ما بكفي، انت لازم تعملي بطريقه دوريه كل اكيد قدين. طبعا هلا انت اذا بدك تروحي على مكان تعملي فيه فيشل المفروض انت كل واحد وحسب نوع بشرته. يعني كل واحد بيقدر يقرر انه بشرته، انا مثلا يعني الناس عندهم بشره جافه لا ما بدها كل اسبوعين مثلا، ما بدها كل ثلاث اسابيع، كل شهر شهر ونص بيعملوا مره فيشل. بس الناس اللي عندهم بشره دهنيه بدهم لازم كل فتره مشان يعملوا ترميم. جميل جدا. يعني بصراحه معلومات جدا مهمه للعنايه بالبشره، وخصوصا انه احنا بالوقت الحالي الجو شوي لسه في غبره لسه. اشعه الشمس هلا شوي بتبلش تحمى. تسنيم شكرا لك كثير، يعني ان شاء الله انه راح تكون معنا دائما. بس قبل ما بدنا نختم بدنا نسال السؤال الاخير وخلص، يعني ما بعرف قلبناك اليوم. لا ولو بنهايه يومنا لما خلص نخلص ونرجع على البيت ما عندنا شيء نعمله، بدنا نقعد وبدنا نبلش نعمل ماسكات مشان اللي هو نهايه اليوم بعد التعب والميك اب، شو احسن ماسك ممكن انه نعمله للبشرتين الجافه والدهنيه؟
وخاصة انه هذا في خيار اسفه يعني بس الخيار بيقولوا كثير منيح كمان كثير منيح وفيتامين سي كمان مش بس الخيار. هلا لما بتروحي على البيت كل واحد يعني ما بقدر انا اعطيكي روتين يمشي عليه كل الناس. أوكي. كل حدا ونوع بشرته. نعم. فهلا الواحد لما بتكون بشرته دهنيه بده يلاقي شيء اللي يشيل الشوائب من البشره حلو. وبنفس الوقت ما يعطيها ترطيب زائد عن حده. حلو. البشره الجافه بالعكس بدها شيء يكون فيه ترطيب كثير زايد. جميل. لانه خلال اليوم كثير تنشف. صح. فبدها شيء يعطيها مجال تتنفس. وهذا كله يعني مش رح يجيب نتيجه اذا ما شربنا مي، يعني اهم شيء الهايدريشن. مي اهم شيء. وللبشرات نفس مثلا تنصحوا بنفس كميه المي للبشره الدهنيه الجافه يعني. نفس الشيء يعني ولا الجافه اكثر؟ هلا شوفي الواحد لازم يغذي بشرته من برا ومن جوا. صح. هلا لما بتيجي على من جوا اللي هي على المي كل البشرات نفس الشيء، كل البشرات لازم تشرب مي بكميه كثير كبيره، بس لما بتيجي من برا هاي اللي انت بتقدري تتحكمي فيها 100%. يعطيكي الف عافيه، شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم. بدك تعلني عن اسم الفائزه؟ نعم، نعلن عن اسم الفائزه اللي شاركت معنا اليوم على صفحتنا على الفيسبوك الاردن اليوم، رندا العساف. مبروك رندا، يعني اليوم ربحتي مستحضرات من بيوديرما. اكيد رح نتواصل معك عشان نخبرك كيف ممكن نسلمك الجائزه. لهون مشاهدينا بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة وجميلة. بكرة يوم الجمعة، الجو رح يكون جميل، إن شاء الله أنكم تقضوا يوم عائلي لطيف وجميل. شكرا لك تسنيم على وجودك معنا اليوم في حلقة يوم. شكرا شهد، يعطيك ألف عافية. بس ضل نذكر المشاهدين إنه حديث اليوم رح يكون معكم أيضا يوم السبت، فهلا برنامجنا إن شاء الله رح يكون 6 أيام بالأسبوع من السبت للخميس، محضرين لكم هيك مجموعة متنوعة إن شاء الله ومنوعة من هيك يعني المواضيع، الأفكار، الضيوف. بنحب دائما تابعونا من الساعة 8 للساعة 10. نهاية أسبوع سعيدة وجميلة متمناها لحضراتكم، وإن شاء الله منطل عليكم يوم السبت بنفس الموعد. نلقاكم على خير.